السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا افخار ديال الدجاج. اهم شيء انه كيطيبوا بلا زيت بلا ماء، زائد ولا مرفوقين بلاصوص ديال الشامبينيون او الفطر، زائد الرز البسمتي. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا تابوناو اب سبسكرايب وديروا لي لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لعدد كبير من الناس. سورتو انا في البدايه ديالي، لهذا كنطلب منكم انكم تابوناو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. كتشوفوا كنكون مقطعو بالمسلة وفقط مفلحاهم من هنا ومن هنا، وتكونوا مغسولين مزيان بالماء والملح والخل. كل واحد عنده طريقته الخاصة باش كيصلوهم. كناخذ كذلك الخردل او المطر، يعني خديت جوج انواع ديال الخردل كما كتشوفوا، معلقة صغيرة معلقة صغيرة. هذا ديال الخردل العادي اللي كنعرفوه، هذا تيكون فيه بالحبوب. الا ما كانش عندنا ماشي ضروري، ولكن اللي كنتوفر نديروه. ما كانش يكفي ان نديرو فقط هذا المطرد. وناخذت الهريسه الحاره كما تلاحظوا معايا، خديت فقط الهريسه الحاره. هذه حاره عندي بزاف، لهذا درت سيكون تيتي شي شويه باش راني مصاوبه هذه. وكناخذوا لاصوص سوجا كما تلاحظوا معايا، لاصوص سوجا وعصير ديال الحامض. غادي نستعملوا عصير ديال الحامض، ممكن ديروا الحامض العادي نعصروه. وغناخذوا لي زاب دو بروفونس، ولا ممكن ناخذوا الزعتر. مي انا بحيث ما عندي متواجد كنستعمل هذا فقط. هاد من الاشياء اللي غادي نستعملهم. كما قلت جوج الانواع ديال المطر اللي كان متوفر، انا ما كانش متوفر فقط واحد في الكفايه. ناخذ كذلك الهريسه، وباش زوينا هاد الوصفه ما فيهاش الزيت وما فيهاش الملحه، وصدقوني انها كتجي بنينه. دائما كنديروا تطبيق مسبق. هنا تقريبا جوج معالق كبار ديال المطاد، انا جوج معالق كبار ديال لاصوص سوجا، انا عندي شويه خفيفه. وندير كذلك عصير الحامض، تقريبا جوج معالق كبار ديال عصير الحامض. نعصرو نص حامضه كامله. هنا غادي نستعمل لي زاب دو بروفونس، غادي نحلها مزيان باش نهبط. دائما على حساب الاختيار الاعشاب المسلمه اللي كنبغيو. فقط هادشي اللي استعملت كما تلاحظوا معايا. غادي نحاول نخلط هادشي مزيان، ضروري نخدمو بيدينا. وبعد ما نصاوبو هاد الدجاج نتبلوه مزيان كما لاحظوا معايا، كنحاول ندخل العطريه لداخل سورتو فهاد الفليحات اللي عندي هنايا. بنفس الطريقه غادي نكمل كلشي، ويستحسن انه يبات في الثلاجه الا كان عندنا الوقت. الا ما كانش عندنا الوقت ممكن نديروه في الصباح ونطيبوه في العشيه، يعني حريه الاختيار عندنا اللي بغينا. ولكن ملي كيبات في الثلاجه كيشرب العطريه اكثر وكيجي بنين. فقط هي التتبيله المميزه ديال ليكويز ولا الافخار ديال الدجاج، وصدقوني انها كتجي بنينه. كما قلت لكم ما فيها لا زيت لا ملحه لا ما لا حتى شي حاجه. وان شاء الله غادي نقدموها. دابا تشوفوا معايا باش غادي نرافق هاد الكويس ديالي ان شاء الله. كما قلت لكم انا غادي نبيتها ان شاء الله في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله، عاد غادي نخدم بها. دونك غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونبيتها ان شاء الله في الثلاجه. فالعدنا غادي ندخلها ان شاء الله في الثلاجه. كما تلاحظوا معايا في الصوره انا بيتهم في الثلاجه ليله كامله، يعني درتهم البارح الصباح ولا غدا لي يلا جبتهم ودرتهم في المول ديال الفران. كما تلاحظوا معايا كنحاول ما نديرش واحد فوق واحد باش يطيب لي فوق واحد. من بعد غادي نغطيهم ببابي الومنيوم. من النصيحه اللي نقدر نعطيكم على بابي الومنيوم، الا كان غيقيسكم الدجاج يعني يستحسن ديروا ورق الزبده ولا ورق الطهي، عاد ديروا بابي الومنيوم حيت انا بعيد عليهم، لهذا درت ورق الالومنيوم. درت لي كويز ديالي كيطيبوا في الفران. انا راني ان شاء الله طلبت بصله كما تلاحظوا معايا، انا خديت بصله كبيره. الا ما كانش عندنا كبيره ممكن نديروا جوج بصلات مويان. وخديت كذلك جوج ريوز ديال الثومه، انا ديجا كانت عندي محكوكه في الكونجيل. غادي نستعمل، غادي نحتاج ان شاء الله الزيت كما تلاحظوا معايا الزيت، وغنحتاج الملحه وغنحتاج الزعتر، ممكن نديروا لي زاب دو بروفونس، وغنحتاج كذلك البزار. وغادي نحتاج لا كريم ليكيد خاصه بالطهي، هذه ما تتكونش حلوه خاصه بالطهي. هذه انا كنديرها للجوج يعني الطياب والحلويات، لحقاش ماشي حلوه
مي خصكم تاخدو بعين الاعتبار بانها ماشي سكري، باش كاينه كتكون سكري خاصه بالحلويات، مي هذه كنستعملها بجوج كما قلت لكم. وغادي نستعمل كذلك الفطر، انتم غادي تشوفوا معايا المراحل باذن الله كامله. غادي نرد فوق البوطه البصلات كما تلاحظوا الشحمه، معايا بسرعة، غادي نضيف الزيت تقريبا معلقة كبيرة، وغنضيف كذلك الملحة، دائما الملحة على حسب الذوق، وغنضيف البزار ونحاول نخلط مزيان. ومي كنديرو الملحة راه كنسهلو دغيا البصلة تهبط، يعني نحاولو نغطيوها باش تهبطنا البصلة مزيان. فهاد الأثناء راني خديت الفطر أو الشومبينيون، يعني كنقطعو على جوج كما تلاحظو معايا في الصورة، من بعد كنقطعو شرائح، يعني كنحاول نديرو رقيق، ممكن كذلك نقيوه، أنا ما كنقيش كامل، بعض المرات اللي كنقي شي وحدة يعني لبانو لي ماشي هما هادوك، يعني هما لي كنقيهم. مي بهاد الطريقة كتجي صراحة أكلة زوينة، يعني سواء الغدا ولا العشاء، صدقوني إلا جربتوها أكيد غتبقى ديروها بزاف المرات. انا كنوريكم قداش دايرين. سمحوا لي على الصوره في هذا الوقت، البصله اللي هبطات، كنحاول نضيف الفطر او الشامبينيون دائما مع التحريك باش ما يتلصقناش البصله، كما قلت لكم مره مره كنحركو. سمحوا لي على البخار ديال الصوره ما كتبانش مزيان. في هذا الاثناء اللي الشامبينيون كيطيب، انا خديت الرز البسمتي دائما على حسب عدد الاشخاص، انا غسلته مزيان بالماء، كنضيف عليه الملحه، من بعد غادي نضيف عليه الماء سخون بزاف، يعني يلا طيبته، وغادي نضيف عليه كذلك حبات الهيل كما غادي تشاهدوا معايا. من بعد انا خديت 7. بهذه الطريقه كيجي بنين وكيجي الرز هذاك الحبات الهيل كتعطي واحد البنه. ومن بعد ان شاء الله بعد ما ضبط الماء السخون غادي نرد كلشي فوق البوطه، مره مره غنبقى نحرك حتى يطيب، ما كياسش الوقت بزاف. بعد ما طابت لي البصله والشامبينيون، يعني كتنزل الكميه، ما تبقاش داك البصله ولا الشامبينيون واقف ولا الفطر، وسمحوا لي دائما على البخار. في نفس الوقت راه تيطيب لي الرز كما تلاحظوا معايا في البوطه. هنا كنضيف لا كريم ولا الكريمه السائله، يعني خاصه بالطهي كما قلت لكم، انا كنستعمل هذه بجوج لحقاش ماشي حلوه، يعني كنستعمل الحلويات ولا الطهي. هنا خديت 200 مللتر ولا 20 سنتيلتر، دائما على حسب الكميه ديال البصله اللي درنا والفطر. من بعد غادي نحركها وغنضيف كذلك شويه ديال الزعتر، ممكن ديروا لي زيرب دو بروفونس كما قلت لكم في الاول، وغادي نخليها فقط غادي تغلى. بعد ما غادي تغلى الكريمه غادي نطفي عليها، ما نخليهاش تشرب لي داك لاصوص. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، دائما كنغطي عليها. عندنا راه طابو لي الفخيده ديال الدجاج، طفيت عليهم الفران، انا اخذو معايا ساعه، يعني بعد ما دزت 45 دقيقه حيدت لهم بابي الومنيوم ودخلت الموس وتاكدت بانهم بقيتهم طايبين. شعلت من الفوق وخليتهم تحمروا، من تحمروا من جهه عاود قلتهم من الجهه الاخرى تحمروا من الجهه الاخرى. دوك انا في المده خداو لي معايا ساعه في الفران، والروز كذلك راه طاب، حيت له حبات الهيل، عندك نساو حبات الهيل باش تحيدوهاش. خلاص التقديم تيبقى على حسب الذوق كل واحد. انا خديت الرز البسمتي كما تلاحظوا معايا، درتو في داك الزليفه، غادي نقدمه مع الخس ومطيشه وفجل. في هاد الاثناء راني ضفت شويه القزبر او المعدنوس اللي عندنا متوفر، انا عندي القزبر ضفته على الرز اللي تزيين وكيعطي المذاق اكثر. بالنسبه لاصوص ديال الشامبينيون او الفطر، غادي نوريكم الكثافه ديالها كي كتجي، صدقوني انها كتجي زوينه بهذه الطريقه. غادي نحاول نقدمها في زليفات صغيرين كما كتشوفوا، يعني التقديم على حساب كل واحد الذوق ديالو، يعني كيكون تفنن كيف ما بغينا. نصيحه اللي نقدر نعطيكم، الا كانوا عندكم وليدات صغار حاولوا تميكسيوها، يعني تطحنوا داكشي مزيان وتعطيوه كما غندير انا لولدي الصغير ان شاء الله. بداك الطريقه كياكل ليه الفطر بلا ما كيعرفوا. اللي خرجت فيه الدجاج لاحظوا معايا كي كيجي محمر، كما قلت لكم انا كنحمره على الوجهات بجوج، قاش انا عندي الفران ما كيشعلش لتحت والفوق، انا كيشعل من التحت حتى يطيب مزيان عاد كنحمره. كما قلت لكم داز 45 دقيقه وحيت له بابي الومنيوم،
كذلك داك الصلصه اللي كتبقى ديال فليكويس كما تلاحظوا معايا في الطبق ديال الفرن، هذاك ممكن حتى هو نقدمه مع الرز. انا درت بجوج، درت لاصوص شامبينيون قدمته كذلك بداك لاصوص اللي بقات. من المره اخرى ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش كنستعملت هذاك لاصوص، عندها طريقه في اخرى بالكريمه. بالنسبه للخس او السلطه ديالي نسيت باش نقول لكم بان راني صاوبت لاصوص فينيغات، يعني عاديه بالزيت والخل والملحه، يعني التقديم تيبقى على حسب كل واحد وكيتفنن بالطريقه اللي بغا. انا وجدت هذا الطبق ديالي للغدا. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ابوناو او سبسكرايب وتبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل بزاف الناس ويستافد الجميع. ومرحبا بكم معايا، وما تنساوش ديروا لي لايك الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم.